السلام عليكم مشتركي ومشتركات قناة صافية، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. واليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا في واحد الدويرة في واحد المول، ندورو شوية وتشوفوا يعني هاد الشوب اللي غادي ندير اليوم. انا ما غاديش نتقدى، غير مشيت ندور شوية، المهم الا عجبتني شي حاجة غادي ناخدها. وغادي نمشي لواحد المحل اللي هو خاص، يعني غادي نمشي لمحل، ماشي غادي نبقى ندور بزاف، مي غادي نمشي لواحد المحل اللي هو محل ديال مايكل كورس. فغادي نمشيو باش نوريكم السيكان لا كوليكسيون ديالهم ديال السيكان ديال 2019، يعني اخر هاد اخر ايام ديال 2019. ومن بعد ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو على لا كوليكسيون الجديده ديالهم ديال 2020، وخليكم معايا.